عليكم خوتي خواتاتي بكم قناه مويا تي في. حلقه اليوم ان شاء الله مغايره جميع الحلقات. الحلقه اليوم ان شاء الله مفيده وزوينه بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نكون طريقه الاستفاده من ثلاجه قديمه. الثلاجات القدام تلقاهم عندك اللي قادو ثلاجه قوام مرميين وتكون رخص بزاف، تطرح ديال الثمن ديالو 100 درهم 150 درهم على حسب الحجم ديالها. المهم تكون خاويه ما فيها لا موتور لا والو. المهم حنا بغينا لك هذا هو اللي النبي سميتو الهدف. المهم لان الثلاجه فيها واحد الميزه زوينه، ما تخليش الحراره تخرج وما تخليش الحراره تدخل ولا البروده. المهم داك الجو اللي تيكون داخل هو اللي تيبقى فيها ديما، لان فيها واحد الماده ما بين البلاستيكه والقصديره اللي برا، واحد الماده بحال شكل الصوفا. هذيك الماده ما تخليش حتى حاجه تدخل لا سخونيه لا بروديه. اليوم ان شاء الله غادي نقادو بها في قصه ديال الدجاج، في قصه ديال البيض والسمان وجميع الطيور تقريبا بهذه الثلاجه هذه. المهم هذا مشروع جد مربح للدراري والناس اللي بغاو يخدموا والناس اللي بغاو يديروا هذا المشروع زوين بزاف. كاين اللي تيدير كاين اللي تيقاد الثلاجه باش يخرج فلاس، وكاين اللي تيقادها ويبيعها للناس اخرين. المهم تيطرح الثمن ديالها ما بين 2000 درهم حتى 10000 درهم على حسب الحجم ديال الثلاجه وشحال بيضه تهز. تقريبا هذه تهز 150 بيضه، تطرح الثمن ديالها ما بين 2000 درهم 2500 درهم حتى 3000 درهم ما تفوتهاش. ولكن باش ما ترتفع الكميه البيض اللي تكون في الثلاجه ترتفع الثمن ديالها. اليوم ان شاء الله غادي كما تشوفوا خوتي هادو هما الثلاجه. ندير هاد الساقطه هنا باش نحلو تسدها هي تنحلوها. هادي هي الثلاجه ديالنا من الداخل هي كما تشوفوا هادي الثلاجه. المهم كما هنا هنا تنديروا ثلاثه البولات، ثلاثه ولا جوج على حسب. المهم انا درت ثلاثه احتياط وتنستخدم انا جوج. المهم تنديروا هاد الكابل هذا اللي تيدوز الطو شتي كما شفتوا، هو الكابل تيدوز الطو ها هو درتو في هاد الصفيحه ديال الخشب هادي. المهم درت فرفاره هنا كما شفتوا الفرفاره. هاد الفرفاره القيمه تيطرح الثمن ديالها 9000 ريال ديال الفقاسه، ولكن انا درت الفرفاره العاديه ديال الدار حيت الكادر ديالها خدمت انا بهذا ديالها، داك الكادر اللي تيكون ديالها خدمت انا بهذا. المهم تنديروا هاد القزيره كما هنا كما شفتوا مازال ما صبغتها، المده تصبغ تعطي واحد المنظر زوين. هادي تنخلو من اللور هنا 10 سنتيم، هنا 10 سنتيم ما بين هنا واللور ديال الثلاجه، وهنا تقريبا حتى هو تقريبا 10 سنتيم، لان تتهز البرد من هنا تدور وتتلوحو هنا باش يبقى تيدور البرد. هذا موديفيكاتور تيتسمى هذا الفلوتور، ماشي موديفيكاتور، هذا تسمى الفلوتور، هذا اللي تيتحكم في الماء كما شفتوا الماء داخل من هنا تقلت لي من هنا هنا وجي من هذا البيدو، لان الماء ضروري هو اللي تيدير الرطوبه في الفقاسه. تنديرو هنا كما شفتوا هذا هو الفلوتور اللي تيتحكم في الماء وتيتلقى الماء، هذا الموديفيكاتور، هذا هو اللي تيتلقى الرطوبه، هذا كما شفتوا هذا هو اللي تيتلقى الرطوبه، غادي نجربوه ان شاء الله. المهم تنجيو لهنا هاد الرفوفه تيتقادو بشكل الالمنيوم هادو ولا الحديد هادو، وتيطيحو غاليين تيطيحو غاليين بزاف. انا تقريبا درتهم بليستونات ديال الخشب كما شفتو هما، بليستونات ديال الخشب تيطيحو رخاص بزاف، تقريبا ما كاملش حتى 50 درهم ديال بليستونات فهادشي كلشي. تنديرو هنا موتور البارابور كما شفتو، هذا موتور البارابور هو كما شفتو موتور البارابور اللي تيقلب تاع التبصيل تاع الفوق. المهم هادشي اللي كاين هنا. واحد القضيه كما شفتو هنا لداخلها، هنا كاين جوج تقابيل لورا توتوية، كاين جوج وحدة و الأخرى هي كيما شتوها كاين جوج. هادي تقريبا درت ليها واحد، هادي درت ليها واحد القادوس قربتها لهنا. هادي تتخرج داك الأكسجين، داك الهواء اللي تيكون ثاني أكسيد الكربون لا ماكش يقولوا ليه، المهم تيخرج باش ما يوقعش داك الاحتباس الحراري لداخل. وهنا وهادي تدخل البرد، لأن قربتها حدا الفرفارة كيما شتو تدخل الهواء باش يدور الهواء لداخل. المهم تتشيل الكابل، ها هو الكابل تاع الموتور تاع البارابور تلصقو مع ترونسفور ديالو، ها هو دابا نوري لكم. المهم الداخل هادشي عطا الله في الداخل، نستو التلاجة هنا فين تيكون فين تتكون الخدمة بزاف هنا. كيما شتو لا تشوفوش بزاف هاد الكوابل شي ودو تدخل وتقول هادشي صعيب ولا، المهم هادشي راه سهل. ها هو كيما تشوفوا هذا هو الترونسفور ديال سميتو ديال الموديفيكاتور اللي قلت لكم. المهم اخوتي كيما شفتوا الكابل ها هو، الكابل هو غادي نخشيو ان شاء الله نحطمو الثلاجه ديالتنا كيما شفتوا هي خدمات. كيما شفتوا الحراره فيها 28 والرطوبه 49.5 كيما شفتوا هي ها
هي ختمة ويا ختمة. حلو الثلاجة ديالتنا كما شفتو الثلاجة هي. المهم خدام لا ما خدامش الكابل ديالو مازال ما ركبتو هو شفتو تركبو مع خوها هو. الموديفيكاتور بدا تيخدم هو. الموتور لابورابور ودعو مع خوه كما شتو هو مع داك الترانسفور اللي قلت لكم. كما شتي الموتور لابورابور هو خدم قلب لهاد الجيه. غادي نمشيو حنا لهداك التيمر اللي قلت لكم. ها هو ها هو نمشيو الموتور لابورابور كيطلع. ها هو كيطلع بشوية. كتوصلو واحد الحد و تيسكت بوحدو لان سميتو تيكون داكشي تيكون الدور ديال هداك التيمور اللي قلت لكم. هادي ديال الرطوبة تاع الاستشعارات الرطوبة و هادي استشعارات الحرارة. هادي تاع الحرارة كما شتو. الفرية خدامة كما شتو. البولات تنديرو تاع 60 واط تيوصلو واحد المرحلة و تيسكتو. ملي توصل هنا 37.5 كما تشوفو هنا تتوصل 37.5 وتطفى. هاد الحاد الرطوبة تا هي تتوصل 55 وتطفى. المهم هادشي اللي عطا الله كيما شتو. هادي هي التلاجة ديالتنا. نتمنى الفكرة ديال اليوم تعجبكم اخوتي او شكرا لكم بزاف. كيما شتو هي خرجت بها شحال من مرة. تندير التاريخ هنا ديال البيض يمتى حطيت البيض في الفقاسة شتي كيما شتو. هنا هذا حطيته في شهر جوج وهذا حطيته في شهر ثلاثة وهذا حطيته في شهر أربعة. المهم البيض تيقعد بحال شكل ديال الديجاني تيقعد تقريبا 21 يوم ما بين 21 حتى 23 23 تيتم التفقيس ديالها. التفقيس ديال البيض كله إن شاء الله. خوتي واحد الإضافة ليا بسيطة. الناس بيقول لك لا يسقات لك أنت ولا أنا ما تصدق ليا ولا. المهم أنا شحال من تجربة فشلت فيها. عندك هادي اول حاجه بديت فيها هي هادي. كنت درت لها بعدا من غير هكا كنت خدمت بها عاديه بالتقليب كنت ندير البيض راكب يديا. المهم وليت درت ثاني هادي كما شفتو هي في الفارات راه ما درتهم لداخل درت على البيسي في الفارات كما شفتو. الثقبه ديال التهويه راه هي كنت نحرك بهذا كما شفتو. تندير لي هذا تنحرك بهذا وتندير المسمار هنا كما شفتو. هو تندير المسمار هنا وكنت خدامي بهذه كما شفتها. طرحت فيها تقريبا كنت ندير فيها قبل ما ندير كنت ندير 60 بيضه مي درت هادو وليت ندير 90 بيضه 30 و30 60 و30 90. المهم ما تخرجش كلهم تخرج تقريبا 20 30. المهم انا ما فشلتش كنت ندير لهادي واحد الدجاجه هنايا كما شفتوها هو داكشي ديالها. المهم هاد الاخرى حتى هي كما شفتوها هي قديتها حتى ولكن كنت درت لها داكشي عادي شويه. المهم هذاك الشيء اللي ما نسيت ما قلت لكم في هذيك هي انه هنا تاع الثلاجه تيكون دير تيكون داخل تتقطعو وتدير ليه واحد الشي بلاصيك هكا وتدير ليه السيمه البيضاء من الداخل وتتصبغو صافي. المهم ما نتوما معكم هذه الاضافه هكا لانه شحال ما تيقول لك لا صدقات لك وداك الشيء. انا ما كاينش حاجه سميتها صدقات لك ما كاينش حاجه سميتها صدقات لك الا خدمتي راه تتوصل. والعيب هو انك توقف. العيب هو انك ما ديرش والو اما قال اللي درتيها مزيانه وسميتو ماشي دير شي حاجه وفشلتي فيها وتعاودها كي درتيها في الاول وتتنتظر النتيجه مغايره. هذاك هو اللي نسميه انا فشل. اما درتيها بمورال جديد افكار جديده ثاني وبطريقه اخرى ما تيتسماش هذاك فشل. اي حاجه فشلتي فيها تسمى ديك تجربه. اول مره اخوتي انا بغيت ندير هذيك القصه اش قلت مع راسي بغيت نشوفها تنقول لها انا مستحيل ندير بحال هادشي انا مكلخ انا لا ما نعرفش هادشي انا مستحيل نغفل. المهم ولدي قلت مع راسي لا علاش انا مكلخ خاصني نقادها تخت في راسي باني غادي نقادها وخاصني غادي نقادها. فشلت المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه الخامسه عاد صدقات ليا. كنت ندير هذوك تتخرج عندي نسبه قليله تتخرج كاع تيخرجوا عندي معوقين شي حاجه ما هي هذيك. المهم داكشي كله تيخسر ليا داكشي يخسر ليا وتنفقد الامل. ماشي ما نقول لكمش لا انا ما تنفقدش الامل تنفقد الامل وتعيط تنت نقول لا ما بقيتش نقاد حتى انا صافي او حتى انا ما عندي زهر ما غيصدق ليا. ولكن تنتيق في راسي تنقول هاد المره ما غاديش ندير هذيك الاخطاء اللي درت في هذيك وغادي نحاول نقادها مره اخرى بحوايج اخرى.
المهم تقت فراسي وكل ما تندير شويه ونبحث شويه وكذا ونسول. المهم تقدت دي الحمد لله زقت لي زوينه وتنخرج بها الحمد لله. وكما شفتوا هادو ولادها هما ماشي اول تخرجه شتيها كما شفتوا هادو ولادها هما لا عادي بحال خرجت من التجانيت كما شفتوا هما فلاس عاديين كما شفتوا هما مشاو يقولوا لك هذا 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 ه